الطاغي يمر بمنطقة الجواسي، وهو الاسم القديم لمدينة الدندرة الحالية. وقد منح النهر قاطنيه على شاطئيه الحياة والاستقرار والنماء حتى غدت المنطقة في مصاف المدن، لكن بداوتها لا زالت ظاهرة للعيان. فالمراعي الطبيعية الممتدة من حولها وخيام البدو الرحل المنصوبة بعناية في مناطق شتى لا زالت تصرخ أن أصل الحضر من البادية، وإن أنكر أهل المدن ذلك. الحياة في البادية ترتكز على البساطة والتقشف، وتبدو القسوة على محياها، ومع ذلك فهي بالنسبة إلى أهلها نعيم مقيم لا يدانيه نعيم، وشقي من لم يجربها. فنمط العيش فيها لا يتطلب الكثير، على الأقل بعيدة عن المدن وزحامها. وبالرغم من ذلك فإن ضغوط الحياة المتصاعدة زحفت إلى البادية وطالت أهلها البسطاء ومستهم بشيء من غلظتها. تلجأ رفاعة إلى موروثها الشبيهي كلما حنت إليه، تجدد به عزمها وتروح به عن نفسها، لا سيما في مناسباتها الاجتماعية، لعله ينفس عنهم بعض الذي يعتمل في صدورهم، وبه يستعيدون ذكرياتهم الغابرة، وبه يجدون قوتهم. في إيقاعات النجارة وحركات الفارس وهو يعرض، تحضهم على مجابهة التحديات، تحديات الحياة. فالسيف هنا رفعه وهزه بقوة، كناية عن القوة الذي يمثله الرمز. توغلت قبيلة رفاعة من الشمال باتجاه الجنوب بحثا عن الكلاء والماء، فهي قبيلة لا تعرف السكون، فهي راحلة مع مواشيها حيثما يتوافر الماء والكلاء، حتى طاب لها البقاء في منطقة الجويسي أو الدندر التي تضج بجبال الطبيعة، فقد جمعت ما بين الماء والخضرة والوجه الحسن. غير أن المرأة وهي تنتقل في البادية تحتاج إلى شيء من العناية. في عهد مضى كان زعيم الإدارة الأهلية يتمتع بهيبة وقوة السلطان، مستمدة من صلاحياته الممنوحة له من السلطة المركزية ليمارسها على رعيته بإقامة العدل والنظام واحترام الأعراف والتقاليد السائدة بين القبائل. وبذلك كانت تغني السلطة المركزية عن حشر أنفها في كل شيء، بيد أن هذه السلطة تضعضعت مكانتها في الآونة الأخيرة بتأثير من الحكومات المتعاقبة نفسها. وهكذا تبقى البادية قريبة إلى فطرة الناس الأولى، تذكرهم دائما بالاستمساك بالقيم والأخلاق الجميلة. فالشامة والنخوة والشجاعة أحد المرتكزات الأساسية لأهل البادية، والكل هنا على طبيعته وسجيته.